منه الحكايه. تحياتي ليك يا كابتن عمرو. تحياتي ليك يا اسامه ولجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي. ايه الحكايه؟ يعني بعد المباراه يعني اخبار كتير على المواقع، ضرب وخناقه واصابات يعني انا عندي الحقيقه، لكن حابب اسمع من حضرتك يعني يكون افضل كمان، وكمان نسمع كل الجماهير يعني ايه اللي حصل بعد المباراه. لا مفيش حاجه والله عادي. انا يمكن انا بس عشان انا يعني تعمدت ان انا اكون موجود معاك عشان الامور تبقى واضحه. الموضوع كله لا يتعدى شده كوره، يعني شده الملعب والماتش. الماتش كان مشدود شويه، الماتش كان عصبي شويه، فريقين كبار بيلعبوا بعض، كل تمام. فريق كان بيسعى انه ياخد ال3 نقط. احنا كنا عايزين نحسن موقفنا في الجدول، وكنا عايزين نبعد بفارق النقط عن الاسماعيلي، نحاول ان احنا نوصل له 8 نقط، تمام. والاسماعيلي كان عايز يكسب عشان يضيق الفارق يخليه نقطتين. فالمباراه كانت قويه، فيها احداث كتير، ما فيهاش احداث فنيه بالقدر ما انها كانت يعني فيها شدة طبيعية في الملعب يعني. يعني المباراه اصلا اللي شد المباراه اصلا، المباراه كانت معتمده النهارده على الجهد البدني وعلى الشكل الخططي الكبير، ما كانش فيها فنيات كتير. تمام. فكل اللي حصل بعد المباراه، الكلمه يعني ناس اعترضت على الحكم وانا اعترضت على الحكم بعد المباراه، نرفزه لان طبيعيه كان في يعني. بالظبط، لان كان في يعني كان في اخطاء كتير اتحسبت علينا، وكان في انذارات كتير اتخذت اللعيبه بتاعتنا من غير وجه حق. فيمكن الواحد كان مشدود شويه بعد المباراه، فكلمه من هنا وكلمه من هنا، والموضوع اصلا كله ما خدش على بعضه 4 5 دقائق. يمكن اللي زود الموضوع شويه او اللي كبر الموضوع شويه ان كان في جمهور كتير موجود النهارده، هو يعني كبر الموضوع شويه. تمام. قول. انما في الاول وفي الاخر خلي بالك، خلي بالك احنا النهارده لعبنا في اجواء جيده جدا، كويس مسؤولين قوي، في نادي الاسماعيلي استقبلونا استقبال كويس كويس جدا. قوي. الاسبوع اللي فات كان فريق 2001 بيلعب هناك، والناس برضو استقبلوهم كويس جدا. تمام. فكل اللي حصل النهارده ما هو الا شدت كوره، شدت مباراه كره قدم خلصت بكل اللي فيها، بكل يعني الحلو اللي فيها والوحش اللي فيها. والموضوع زي ما بقول لك الامن سيطر عليه، ما فيش يعني ما خدش الموضوع ما خدش 5 دقائق. يعني هي نرفزه طبيعيه دقيقتين ثلاثه من الملعب، وتم استقبال النادي الاهلي قبل المباراه استقبال جيد، وزي ما حضرتك قلت ان 2001 كان الاسبوع اللي فات في برضه في اسماعيليه، وبالرغم ان كمان النادي الاهلي كسب كمان في الثواني الاخيره، لكن المباراه برضه عدت يعني على خير. عايز اروح برضه يا كابتن عمرو، يعني كويس ان حضرتك وضحت ان خلال الساعتين اللي فات انتشر اخبار كتير على المواقع على السوشيال ميديا، زي ما بقول لحضرتك خناقه وضرب واصابات، يعني الحمد لله ما فيش اصابات يعني. لا 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 ولا حاجه. وبعدين خلي بالك احنا يعني ما احنا حتى احنا كاجهزه فنيه العلاقات ما بيننا جيده وما فيش اي مشاكل. حتى لو انا اتنرفزت على جهاز بتاع الاسماعيلي او جهاز بتاع الاسماعيلي يتنرفز علينا، احنا من جوانا عارفين ان هي نرفزت ملعب وشدت مباراه، ما فيهاش اي حاجه. انما انت عارف بقى معلش جمهور الكوره عامه في كل حته لازم بيحب يكبر المواضيع ويضخم المواضيع. تمام. المواضيع فعلا مش مستاهله ولا فيها اي حاجه. العلاقه جيده والمباراه كانت جيده، وفعلا فرقتين كبار يستحقوا اللي هو الموقف بتاعهم في الجدول الموجود دلوقتي يعني. تمام يا كابتن عمرو، كان مهم جدا حضرتك تدخل وتوضح بحضرتك يعني بنفسك الصوره كامله اللي حصلت بعد المباراه. كابتن عمرو انور مدير الفني لشباب النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. على ما اعتقد كده خلاص الصوره وضحت بالنسبه لفريق شباب النادي الاهلي.